طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. حيث الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 17 درجة مئوية، وبالتالي ليالي باردة نسبيا متوقعة فوق الجبال بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد. الملموسة 16، الرطوبة 55%، والرياح تكون خفيفة المعتدلة السرعة غربية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، الرياح نشطة في إربد 27 إلى 17، المزرق 28 إلى 16، جرس 27 إلى 16، وعجلون 25 إلى 14. المنطقة الوسطى البلقاء 28 إلى 17، الزرقاء 28 إلى 18، العاصمة عمان 25 إلى 16، مأدبة 25 إلى 14، والبحر الميت 33 إلى 21 مع رياح نشطة. المنطقة الجنوبية الكرك 23 إلى 13، طفيلة 25 إلى 13، الشوبك 24 إلى 13، معان 28 إلى 15، والعقبة طقس صافي 35 إلى 23. المنطقة الشرقية أيضا رياح نشطة، أرويشت 35 إلى 19، الصفاوي 34 إلى 17، والأزرق 32 إلى 18. إلى اللقاء.